أيهما أفضل إذا دخل الشخص يوم الجمعة أن يجلس في الصف الأول بعيدا عن الخطيب أم يجلس في الصف الثاني قريبا من الخطيب لانتباه الخطبة والتركيز مع الخطيب؟ نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء يعني الأذان، وهذا عام، فنقول كن في الصف الأول، وإذا كنت تحب أن تقرب من الإمام من أجل الخطبة فكثير من الناس الآن نشاهدهم يكون في الصف الأول ثم إذا جاء الخطيب قام وصار حول المنبر واستمع، على أن الآن ولله الحمد في المساجد غالبها مكبر الصوت في كل جهة يسمعه الإنسان تماما. فالمهم أن السنة تكميل الصف الأول فالأول بكل حال. لكن هنا شيء آخر يعني ينبغي التنبيه عليه: هل الأولى أن أحافظ على اليمين، يمين الصف، ولا بعدت عن الإمام، أو إذا بعد اليمين صرت مع اليسار؟ أجاوب الثاني. بعض الناس يقول الأيمن أفضل بكل حال ولو كان في طرف الصف، ولو كان الأيسر ما بينه وبين الإمام إلا واحد، وهذا غير صحيح. الأيمن أفضل من الأيسر مع التساوي أو التقارب، أما إذا بعد الأيمن فإن الأيسر أفضل لدنوه من الإمام ومن أجل أن يتوسط الإمام في الصف. وما أظن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا لدخل المسجد أكملوا الأيمن أولا ثم جاءوا وبدأوا بالأيسر، ما أظن هذا، أظنهم يريدون أن يقربوا من الإمام. نعم.